لماذا تجازف وتغامر وتقامر بحياتك؟ نفسك ثمينة جدا. يقول الكتاب: ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه؟ النفس أبدية، النفس خالدة، النفس لا تموت. أحبائي، مخلوق على صورة الله، الله بحبك، وغرض الله إنك تتمتع بالحياة الأبدية. كيف؟ كل ما عليك تقول له: يا رب سامحني، أنا بتوب عن كل خطية. التوبة بتعني الرجوع، تغيير الفكر وتغيير مجرى الحياة والاتجاه، بتصير في طريق البر وطريق السماء. تطلب من المسيح أن يأتي إلى حياتك، يا رب أنا بدي أتوجك رب وملك سيد ومخلص على قلبي، تعال إلى قلبي غيرني. واقف على باب قلبك وبيقرع، إذا فتحت له رح يجي ويكون معك. ومش بس بكون معك في هاي الحياة، لكن إلك الحياة الأبدية، وكل بركات الله رح تنزل عليك أحباء. ليه؟ لأنك بتصير ابن وبنت للرب. ما أعظم وروعة وجمال هذا الخلاص، ما أعظم وأروع شخص المسيح يسوع. هل قال لك أحد، أي إنسان أو أي نبي: أنا أحبك؟ محبة المسيح ظهرت أحبائي، لأنه جاء ليقدم هذا الفداء، وقدمه، قدم ذاته نفسه ضحية من أجلك حتى تنال هذا الفداء.